هل المريض القولون العصبي محتاج للعلاج بمضادات الاكتئاب ولا لا؟ احنا مريض القولون العصبي بنبدا الاول بخط العلاج الاول هو تغيير النمط الغذائي، بعد كده بندي بعض الادويه المضاده للتقلصات، تقلصات جدار القولون. في بعض الاحيان بنلجا عند مريض القولون العصبي لمضادات الاكتئاب، بس مش عشان هو مكتئب ولا عشان هو عنده مرض نفسي. احنا بندي مضادات الاكتئاب عند مريض القولون العصبي علشان سبب واحد فقط، ان احنا بنقلل الاشارات العصبيه اللي جايه من الجهاز الهضمي للمخ. فده الهدف من اعطاء ادويه الاكتئاب لمريض القولون، لانه بيعتقد لما اكتب له دواء مضاد الاكتئاب يجي زعلان ثاني زياره: يا دكتور انا فتحت الدواء قريت النشره لقيتك كاتب لي ادويه مضاد الاكتئاب، انا ما عنديش اكتئاب، انا ما عنديش مرض نفسي. لا، احنا بندهولك فقط علشان يقلل اشارات الالم العصبيه اللي جايه من الجهاز الهضمي للمخ، فمش بنديه عشان انت مكتئب. يعني هو جزء من خطه العلاج. بالظبط، جزء من خطه العلاج عند بعض الناس، مش بنحتاجه طبعا في كل الناس اللي عندهم قولون عصبي.